ليه كريم؟ هيك مش رح يمشي الحال. مشيتنا لهون فيها كتير مخاطرة، لازم ندورنا على شي شقة نستأجرها. وأنا هيك كنت عم فكر. والله؟ ايه شو ناطر؟ مالي ناطر شي، بس ما رضيت. مو كنا مشغولين شوي بالتحضير للحلقة؟ طيب خد فرصة بكرة روح دور على بيت، خليكم بشي منطقة حلوة هيك بطلع على البحر أو على الجبل، وأنا رح أعطيك أجر سنة سنف. لا لا ريم، أنا المصاري دبر أموري، مو مشكلة. بعرف حبيبي إنه ما عندك مشكلة، بس هيدا البيت لألي أنا وإنت، يعني أنا بدفع هاي السنة وإنت بتدفع السنة الجاية. طبعا هلا يمكن ما نكمل سنة، يمكن نترك بعد شهر، بس في حال بقينا أنت بتدفع السنة الجاية. موافق؟ موافق. ليك كريم، بجوز اللي عم بيصير بيني وبينك مش كتير مفهوم، وأكيد عم تسأل حالك إنه لوين بدها توصل هيدي المرة. أنا رح جاوبك من الآخر، ما بدي أوصل ولا لأي مطرح. أنت بالنسبة لألي عشيق، حياة سرية، رجال عم بيعبي لي فراغ عاطفي، وإذا بدك صراحة أكتر فراغ جنسي كمان. وقت اللي بدي انسحب رح انسحب، وانت كمان بس تحب تنسحب فيك تنسحب، وانا ما رح اجبرك تبقى. اذا كانت هالعلاقة بتناسبك روح بكرة فتش على شقة، فتش على بيتي قويني انا وياك. بكرة بروح ادور على بيت. بيت ما حدا بيعرف فيه غير أنا وأنت، بيت مخصص للحب، مش لحكي قصصنا عمري كلنا برا، ونلقط شوية سعادة بعد التعب. يا الله شو حلو، مش حلو هيك؟ طيب حبيبي أنا صار لازم أمشي، تأخرت، معتذر ما رح فيه وصلك الليلة، أول ما تطلع بكرة حكيني. إيه باي باي.